الأداء المتميزين جدا في مصر واللي شغال في الدوري السعودي مع نادي الوحدة السعودي. طبعا الزميل العزيز وأحد رواد فكرة التحليل الرقمي الكابتن محمود وحيد سليم، محلل أداء نادي الوحدة السعودي. كابتن محمود مساء الخير وأهلا بيك. محمد، ومساء الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي، ودايما بكون سعيد وأنا موجود معاكم. أنا أسعد بالتأكيد. طبعا في البداية عايز أقول لكل السادة المشاهدين، النهاردة الكابتن محمود موجود مع نادي الوحدة بقاله سنتين، واخد رخصات بشكل طيب جدا، معاه الرخصة سي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ودي ممكن تعادل الرخصة A أو البرو من الاتحاد الإفريقي، فده رقم جيد جدا ورخصة مميزة لأحد المصريين اللي بيعملوا في الدوري السعودي لكرة القدم، فبالتوفيق يا محمود بجد. شكرا يا محمد على ذوقك، ويعني متشكر جدا ليك، ودايما يعني احنا ما بنوصلش للمكانة دي من غير النادي الأهلي. يعني عايز اقول لك على موقف حصل معايا في اول يوم هنا في التمرين، ان انا يعني بتعرف على احد المدربين في الجهاز الفني، هو مدرب وطني كابتن عيسى المحياني، اسم كبير هنا في الدوري السعودي طبعا، كان هداف دوري ولاعب منتخب. فالراجل بيسالني على السي في بتاعي واشتغلت فين قبل كده يا حوده وكده، فيعني اول بس ما قلت له ان انا كنت في النادي الاهلي، فقال لي خلاص انت مش محتاج تقول لي دورات ولا شهادات ولا اي حاجه، احنا النادي الاهلي واسمه كفايه قوي عندنا هنا يعني. فبصراحه يعني النادي الاهلي اللي اضاف لي كتير جدا، اللي فعلا اللي بيعدي على النادي الاهلي يوم واحد بيفرق معاه بشكل كبير جدا في حياته. بالتوفيق يا كابتن محمود. وطب عايز اخش معاك بقى في التفاصيل وابدا معاك بتحليلك لاداء صفقه والتر بواليا، الارقام، الاحصائيات، اداؤه الهجومي، برضو كمان عنده ذكاء في التحركات داخل المنطقه الهجوميه، كل ده بترصده ازاي، والارقام اللي انت شايفها بالنسبه لوالتر بواليا اللي هيكون صفقه بالتاكيد الكل بينتظرها مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. خلينا نبدا يعني عشان نعرف الرقم بيعني ايه، خلينا نحطه في مقارنه مع حد، فبالتالي نخرج بمعلومات مفيده لينا وللمشاهد. اكيد لو حطينا مقارنه بين بواليا ومحمد شريف، بالتاكيد هو نوعيه مختلفه. يعني من ناحيه ايه، انا دايما بحب اشوف في المهاجم هو الشوطه بتاعته او المحاوله على المرمى بيعمل من وان تاتش، ولا بيحب يستلم ويعدل الكوره، ولا بيحب ايه بالظبط. فلما تشوف مثلا ارقام والتر بواليا ومحمد شريف في اخر تقريبا 40 مباراه لكل لاعب فيهم، الاثنين عملوا نسبه تصويب يعني متقاربه جدا، 88 89 لمحمد شريف. الوان تاتش عند محمد شريف 37 بس، اقل من 50%، عند وعند والتر بواليا الوان تاتش 50. الراجل ده معنى كده ان الراجل ده خطير جدا في التمركز، الراجل ده بيبحث دايما ان هو الكره تجيله عايز يفنش باسرع وقت ممكن وبادق طريقه ممكنه. الراجل ده دايما الفكرة عنده ان هو عايز يفنش على المرمى بشكل كبير جدا، فان هو 50 تصويبه من 88 ده نسبة كبيرة جدا جدا. شوف التو تاتش عشان تبان لك الفرق اكتر، محمد شريف بيستلم الكورة وبعد كده يصوب 20 مرة، والتر بواليا 12 بس، فهنا الفرق كبير، لان محمد شريف لاعب مهاريا اعلى شوية، مش مهاجم صريح اللي هو ينفع ان هو يكون 9.5 مهاجم وهمي، اللاعب اللي بيبحث عن المساحات اكتر. والتر بواليا كان من مخاوفي ان انا وانا بتفرج عليه ان انا خفت انه يكون بس لاعب مساحات، فلا انا اتفرجت عليه، لا لاعب بيقدر يستلم بظهره كويس ويكون محطه للفريق، في نفس الوقت عنده قدرات ان هو بيعمل الكات في المسافات اللي بين قلبين الدفاع او بين قلب الدفاع والظهير، يتحرك فيها ويطلب الكره في مساحه، ودي مهمه جدا لفريق زي الاهلي أكيد. عشان تقدر تخلق له مساحات. فهو لاعب مميز في حاجات كتيره جدا. طيب لكن اداء، عايز اقول لك اتفضل اتفضل يا محمود، عايز اضيف بس احصائيه دقيقه جدا ليه، الجزء اللي بيصوب بيه الكوره، وده مهم جدا، بيبين لك برضو اللاعب بيعتمد على الدقه ولا التكنيك اكتر ولا القوه ولا ايه بالظبط. فتشوف ان والتر بواليا بيشوط بوجه القدم 41 مره من ال 88 بالانسايد اللي هو بطن القدم او الصباع الكبير زي ما بنقول 19 مره بس، فهو الراجل بيعتمد بشكل كبير على القوه اكتر بكتير من ان هو يعمل الدقه، بعكس محمد شريف هتلاقي في الانسايد عنده اكتر بكتير من وجه القدم. طيب لكن الاثنين تحركاتهم في الملعب كل واحد اداؤه بيختلف عن الثاني، يعني تقدر تلعب بالاثنين ولا لازم ممكن تلعب بواحد، لان الاداء الهجومي للاثنين مختلف، يعني واحد بيلعب جوه منطقه الجزاء ولا الثاني بيميل على الاطراف. بالظبط، ودي برضو النقطه الثانيه اللي خلتني اعمل المقارنه دي، ان انت مش جايب واحد نفس البروفايل بتاع محمد شريف، لا انت جايب مهاجم مختلف عن اللي عندك، فانت كده اولا هتقدر تعتمد على الاثنين مع بعض، وثانيا لو في اسلوب لفريق محمد شريف لا يصلح فيه كمهاجم وينفع مثلا جناح، هيبقى في الاسلوب ده والتر بولي هو المهاجم بتاعك. لو مثلا انت فريق بتلعبه متكتل ما فيش مساحات، في الوقت ده تقدر تعتمد على والتر بولي كتسعه، وتعتمد على محمد شريف كجناح ويضم معاه لجوه. اكيد. طيب عايز انتقل معاك لجزئيه ثانيه متعلقه بقى
بتطور أداء بعض اللاعبين منذ تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي، خطة التطور مع الفريق خلال الفترة الأخيرة وتطور عدد من اللاعبة، شايفه إزاي وقيمته إزاي والأرقام اللي ممكن تكون رصدتها بالنسبة للموضوع ده؟ يعني خلينا نبدأ بمثلا محمد هاني، اللاعب أداؤه عجبني جدا الفترة الأخيرة مع مستر بيتسو. وخلينا برضو ندي للراجل حقه إنه في نادي كبير زي النادي الأهلي وضغط المباريات بيكون الوقت بالنسبة لك كمدير فني قليل جدا إن أنت تطور من اللاعبين، فكونك إن أنت تشتغل على الجزئية دي فدي حاجة كبيرة جدا، وبتبين قد إيه الراجل بيشتغل وبيجتهد على أدق التفاصيل ووقته كله للفريق. شوف محمد هاني في المقارنة بين الموسم الحالي والموسم اللي فات، أنا اخترت تحديدا التاكلز بتاعته اللي هي التدخلات. الموسم الحالي هو بيعمل تقريبا في المباراه 4.6، يعني تقريبا 5، الموسم اللي فات كانت 3.9. بس شوف الدقه في التاكل اللي هو ان هو بيتدخل وياخد الكوره، الموسم الحالي العدد زاد بيعمل 5 تاكل وبياخد بنسبه 80% نجاح، الموسم اللي فات 4 وكانت نسبه نجاح 65% بس، فهو تطور في العدد وتطور كمان في الدقه بتاعته، ان هو لا بقى عينه على الكوره ويقدر يقطع الكوره بشكل مميز جدا. طيب في نقدر كمان ننتقل لحمدي فتحي، برضو شايف تميز كبير جدا ليه على الموسم اللي فات في الارقام تحديدا. كويس. حمدي فتحي في احصائيه مميزه جدا ليه، كون التاكل بتاعه زاد تطور فيه وتطور في التحامات الهوائيه والدفاعيه وكل ده، بس الجزء المهم بالنسبه لي التطور في الدريبلز المراوغات بتاعته. حمدي فتحي بقى يعمل في المباراه 1.15، في السنه اللي فاتت كانت نص من 100، فهو تقريبا بقى اكتر من الضعف. الجزئيه دي مهمه جدا لان مستر بيتسو بيعتمد بشكل كبير خروج بالكره تحت ضغط، فدايما حمدي ولاعيبه الوسط معرضه للضغط، عشان تتخلص من الضغط ده بتحاول بقدر كبير ان انت تعمل مراوغه، فزادت عدد ونسبه نجاح المراوغات بتاعته، ودي برده حاجه تحسب للاعب والمستر بيتسو موسيماني. طيب في لعيبه اخرين ولا دول اكتر اتنين انت شفته فيه ارقام مميزه بالنسبه لهم؟ في كمان كهربا لازم نتكلم عنه، انه كهربا فعلا في فرق كبير جدا جدا في أدائه الدفاعي بالتحديد. وهنا انا لازم اتكلم على دور المدرب في انه طور المهاجمين دفاعيا والمدافعين هجوميا. بمعنى انت هتشوف في لعيبه الدفاع في الاهلي بقت دقه التمرير ومحاولات التمرير لقدامه بشكل منظم مميزه جدا، وكذلك هتشوف المهاجمين بيضغطوا ويقطعوا الكره كتير جدا. يعني كهربا الموسم ده بيعمل تاكل تدخلات دفاعيه بمعدل 1.7، السنه اللي فاتت كان 8 من 10، فاقل من النص بكتير. فاللاعب تطور على المستوى الدفاعي، تطور على مستوى الدريبل، على المحاولات على المرمى، الراجل بيسجل تقريبا في اخر كل المباريات اللي شارك فيها مسجل، فبصراحه يعني التطور كبير جدا للاعيبه على المستوى الفردي. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه الاضافات، وبتمنى لك التوفيق يا رب والاستمراريه مع نادي الوحده السعودي. بشكر بالتاكيد الكابتن محمود وحيد سليم محلل اداء فريق الوحده السعودي على كل هذه المعلومات وكل هذه الارقام والاحصائيات المتعلقه بالاهلي والصفقات واللاعبين خلال الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج